ايه اللي خلاك تحديدا تفكر في فكره المعرض وفي وراء موضوع السمنه او البدانه؟ يعني ليه خدت ده كمثال للمعرض بتاع حضرتك؟ اولا شكرا، مبسوط ان انا معاكم. يعني احنا كمان ميرسي فنان. هو الموضوع ببساطه شديده يعني شويه انا بيشغلني منطقه ان احنا على طول بنحكم على الناس بالشكل وبالاوتلاين بتاعهم يعني. صح. فبنبدا نخلي الاشخاص ما ياخدوش ثقه في نفسهم، ودي انا حاسس ان دي مشكله كبيره في مجتمعنا يعني. صح. عشان كده بتلاقي الحاجات البسيطه اللي الناس بتعملها تحس ان هي انجاز مع انها ده الطبيعي يعني. وبيجي من وراها فكره التنمر، وبيجي منها حاجات كتير قوي. فكان شاغلني اللي هو ازاي الاخر بيشوفني يعني، وازاي انا بشوف الاخر. فانا ممكن احكم على 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 شخص ان هو غير قادر من خلال ثقافتي انا او خلفيتي انا. مزبوط. ممكن انا كل ثقافتي مبنيه على حاجه خاطئه، فانا بكسر انسان قدامي يعني. صح. فهو ده المنطلق يعني. فبدات اشتغل على ده، وانا كان حياتي اللي يعنينا قوي موضوع الكتله والفراغ. فالكتله عندي الحاجة الشائعة كمان في عصام بسبب الـ 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 الوجبات السريعة والحاجات السمنة. صح. وبقت تلاقي على السوشيال ميديا جدول ما عرفش تخسيس ايه ونظام كيتو ايه وكلام كتير. صح. جميل. ففعلا قلنا خلاص انا هلعب على الكتلة دي، على فكرة التخين، وانا اصلا تخين فانا فاهم ان الموضوع مش ازاي. فقلت خلاص انا هلعب على الكتلة دي وهعمل عملية صدمة للجمهور يعني، من بداية من اسم بالزبط. اختيار الاسم انا تخين، فكل الناس البدايه كانت دمها خفيف. صح. لا ويتريقوا ويهزروا وبتاع وهكذا كده، فده لطيف انا عايز ده. الحاجه الثانيه ان المتلقي كان جاي او الجمهور كان جاي في الافتتاح والفتره العرض اللي هي مستمره لغايه دلوقتي، متوقع ان هو هيشوف ناس تخينه وحركتها ثابته في حاله سكون يعني. فما جه لا العكس تماما يعني. فهو ده المنطلق اللي انا لعبت عليه، اللي هو اختيار الفورم الكتله الكبيره الضخمه دي في مجال السمنه، بس اكسر بقى ان هو انت ما تحكمش عليا غير اما تعرفني يعني. بس